أشرف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون على توزيع شهادات رئيس الجمهورية لأحسن مهندس معماري، وكشف تبون على هامش توزيع الشهادات للمهندسين المبدعين أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال هذه السنة يريد الحفاظ على الهوية وتشجيع التطور وكذلك الحفاظ على مكانة الجزائر في العمران. كذلك أكد تبون أن تسليم سكنات عدل واحد لا تزال متواصلة إلى غاية الانتهاء منها، وأن الوكالة لتحسين السكن وتطويره تستقبل المستفيدين يوميا لاستلام مفاتيح سكناتهم. المزيد من التفاصيل في ميكروفون عادل زيلي. اليوم بعد يعني السنة هذه اللي سنها فخامة الرئيس بتسليمه الجائزة الأولى دائما لأحسن إبداع عمراني دل على أهمية الإبداع في إعادة استرجاع الهوية والمكانة نتاع الجزائر والجزائريات والجزائريين. المهندسين المعماريين هما فنانين قبل كل شيء، ولكن أداة ضرورية حضارية واقتصادية. إذا من الطبيعي أن كل من أبدع يكون اسمه في الشيء اللي أبدع. تمنينا باش تكون 8000، ممكن 8000 أقل من تما. المهم العبرة ماهيش في العدد، لأن العملية مستمرة ويوميا فيه إضافات. اليوم والي مستغل ما حضرش معنا لان فيه توزيع في مستغل. امس كان التوزيع في بالعباس، غدوه ان شاء الله في خنشله في باتنا، اليوم كذلك راهم في رغايه، راهم يوزعوا في رغايه الى اخره. والمقر المركز تاع عدل راه يستقبل يوميا دروك يوميا يستقبل المستفيدين.